بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير الخارجية، عقد مجلس النواب الأردني جلسته المتعلقة بمناقشة صفقة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وتضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط. وفي مقتبل الجلسة تلا رئيس المجلس عاطف الطراونة البيان الافتتاحي، والذي أكد فيه بأن الأردن قيادة وشعبا تقف مع القيادة الفلسطينية في مواجهة صفقة القرن، كما أكد رفض تلك الصفقة شعبيا ورسميا. يا سيدي، حقيقة رئيس البرلمان الأردني هو يرأس اتحاد البرلمان العربي. حقيقة يعني المهندس عاطف الطراوني له يعني مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية. نقول أنه يعني يجري اتصالات مع بعض الزملاء ورؤساء رؤساء البرلمانات العربية. إن شاء الله سوف يكون هناك موقف يعني اليوم نسمعه من رئيس المجلس بخصوص دعوة البرلمانات العربية للانعقاد في عمان للتعاطي مع هذه القضية، وهي يعني تصفية القضية الفلسطينية، تصفية غير عادلة. النواب الأردنيون بدورهم أكدوا دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته، ودعوتهم إلى التحرك الإقليمي والدولي على مستوى البرلمانات في إطار التصدي لهذه الصفقة المشؤومة وإيصال الصوت الرافض لكل ما جاء فيها. لا ولن تخيفنا مثل هذه الصفقات، وأقول بأنها لن تجدي وبأنها ساقطة وماتت منذ ولادتها، فهي ولدت ميتة. ففلسطين بإذن الله عز وجل ستبقى عربية إسلامية، والتحرير بإذن الله قادم، إنه القادر على ذلك. أنا أمثل أكبر مخيم شتات فلسطيني في مخيم البقعة، نرفض مع مكونات الشعب الأردني ومع الموقف الرسمي هذه الصفقة التي تبيع فلسطين وتعدي على الشعب الأردني. طبعا الآن البرلمان موقف جلالة الملك الذي صرح في الزرقاء وقال وهو لابس البدلة العسكرية: نحن الجيش المصطفوي ولنا كلمة، والقدس خط أحمر، وبالآتي الثلاثة، فنحن خلف جلالة الملك وكذلك خلف كل المواقف الرافضة لهذه الصفقة. الموقف الذي يسطره البرلمان الأردني في وجه هذه الصفقة العدوة لحقوق شعبنا تؤكد على وحدة الصف الأردني الفلسطيني شعبيا ورسميا، حتى نيل شعبنا حقوقه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.